السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان للعرب في كل عام وفي أشهر الحج أسواق مشهورة يأتي إليها التجار والشعراء والقبائل من كل حدب وصوب. كان بيقصدها الجميع للتجارة والبيع والشراء والتفاخر بين القبائل والتباري في إلقاء الشعر وغيرها الكثير والكثير. وكان الموسم بيبدأ بسوق عقاظ بالقرب من الطائف، وكان بيمتد لمدة 20 يوما الأولى من شهر ذي القعدة. وبعد كده كانوا بيتجهوا إلى سوق مجنة بالقرب من مكة ويلبثوا فيه ال10 أيام الأخيرة من شهر ذي القعدة، ثم يختمون بسوق ذي المجاز بالقرب من عرفات، ومنه ينطلقون إلى حجهم. فلما بزغ نور الإسلام تأثموا من العمل والتجارة في أشهر الحج، وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت ولم يجب، حتى أنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم حرج ولا إثم ولا ذنب في أن تطلبوا رزقا من ربكم بالتجارة والبيع والشراء في أيام الحج، ولكن يجب أن يكون الكسب حلالا وألا يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج. وعلينا في هذه الدنيا أن نسعى ونأخذ بالأسباب دون أن نغفل عن مسبب الأسباب. فإذا غربت شمس يوم 9 من ذي الحجة وفرغتم من الوقوف بعرفات واندفعتم من عرفات، فاذكروا الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء عند المشعر الحرام عند المزدلفة. ولماذا سمي عرفات بهذا الاسم؟ هناك أقوال كثيرة. قال البعض لأن الناس يجتمعون عليه ويتعارفون، وقال البعض الآخر لأن جبريل عليه السلام وهو يعلم إبراهيم عليه السلام مناسك الحج قال له: أعرفت أعرفت، فأجاب إبراهيم: عرفت عرفت. وقيل أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض نزل بالهند، ونزلت السيدة حواء بنجد فالتقى بعرفات وتعرف عليها. أما المشعر الحرام أو المزدلفة فهو المكان الذي اندفع إليه المسلمون بعد أن فرغوا من الوقوف بعرفات، وقام فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين، ثم نام ليلته بالمزدلفة، ثم صلى الصبح بالمزدلفة، ثم أخذ في ذكر الله والدعاء حتى بان الصبح تماما، وقبل أن تشرق الشمس انطلق إلى منى. واختلف العلماء المسلمون في حكم الوقوف بالمزدلفة، هل هو ركن أم واجب أم سنة مؤكدة؟ الرأي الأول قال أن الوقوف بالمزدلفة واجب وليس بركن، قال بذلك الحنفية والشافعية، وبذلك لا يبطل الحج من فاته الوقوف بالمزدلفة وعليه دم. أما الرأي الثاني فإنها سنة مؤكدة، قال بذلك المالكية. وهناك من يقول أن الوقوف بالمزدلفة ركن مثله مثل الوقوف بعرفات، قال بذلك بعض التابعين وبعض الشافعية. وسمي المزدلفة بالمشعر الحرام لأن الصلاة عنده والمقام والمبيت عنده وذكر الله من معالم الحج عنده. واذكروا الله ذكرا حسنا كما هداكم وأخرجكم من الظلمات إلى النور، واذكروا الله كما هداكم إلى الدين الصحيح ووفقكم لاتباعه وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ولقد كنتم من قبل ذاك الهدى وإنزال القرآن وذاك الرسول في ضلال مبين لا تعرفون معه الحق، جزاكم الله خيرا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند
عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.